قراء مشاهدي الموقع الإلكتروني مساء الجهة، من بين التلاميذ الذين يواكبون ويستفيدون من يوميات المخيم التربوي البيداغوجي الأول بالمغرب التلميذ سفيان اليرتاوي. بداية سي سفيان، ما هو الشعور ديالك وانت تستفد من هذا اليوميات ديال المخيم؟ انا صراحه فرحان تاني لهذا الكامب الاول اديسيون عندنا في 2017. هي صراحه فكره جيده اللي عجبتني، حيت فيها متعه و اون ميم طون قرايه. نعم، واخا السواد القرايه كثار، ولكن واخا كنستافدوا، كنوجدوا الباك الاساتذه كانوا مزيانين، وكنديروا الترفيه والسهرات في الليل. نعم، يعني كننوعوا في الانشطه، ما كتبقاش قرايه بزاف، كانشطه كنميزوا بيناتهم. نعم، انتم محظوظين، كان العدد ديال التلاميذ قليل، لذلك استفدتم من التكوين بشكل جيد. هي صراحه العدد قليل، كتحاول تستافد ما اكثر، حيت ملي كتكون اكتظام ما كتبقاش تستافد بحال اللي كان في قسم. ومنين شفنا ان العدد كثير، انا قلت مزيانه، حيت اون بون ايدي، حيت انا كنشوف ان ملي تيكون العدد قصير كتستافد اكثر. نعم، من المنتظر باش غدا ان شاء الله يختتم هذا المخيم الاول. اشنا هي الخلاصه اللي خرجتي بها؟ الخلاصه كنتمنى ان هذا المشروع يكمل، حيت بلادنا محتاج لهذا المشروع، حيت اول ما كنشوفوش بزاف في البلدان. فكره جيده. نعم، وكنتمنى تستمر في. نعم، إذن شكرا سي سفيان، ونكتفي بهذا القدر.